أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعينا الأحبة مشاهدينا مشاهدي قناة عدن، وفي هذه الليلة الرمضانية من برنامج الليالي رمضان مشاهدينا الأعزاء، اليوم نحن وأنتم سنرحل معا مع مجموعة من كوكب بالأصح مشاهدينا الأعزاء من مختلف محافظات الجمهورية، مواهب متعددة أخرجتها جامعة إقليم سبع مشاهدينا الأعزاء. لكن قبل أن ندخل في هذه الحلقة وهذه الليلة الرمضانية مع الشباب الموهوب، دعونا نذهب وإياكم إلى هذا الفاصل ثم نعود للقاء بكم، فكونوا معنا. إليكم من جديد مشاهدين الأحبة، والعودة أحمد دائما، ونحن معكم في هذه الليلة الرمضانية مشاهدين الأعزاء. ومن هنا من هذا الصرح العلمي الشامخ في جامعة إقليم سبا في محافظة مأرب وهي عاصمة إقليم سبا، اليوم مشاهدين الأعزاء يسعدنا أن نرحب بالشباب الموهوب، ومعنا الشاب صهيب عبد الرحمن صلاح من محافظة صنعاء ومن صحفان على وجه التحديد، وهو أيضا حائز على جائزة الإنشاد من هنا من جامعة إقليم سبا. أهلا بك صهيب. أهلا وسهلا فيك. كذلك مشاهدين الأعزاء نرحب بشاعرنا الموهوب وهو نصر الدين صادق الدنا من محافظة إب. أهلا بك نصر الدين. مرحبا بك يا أستاذ. وكذلك مشاهدين الأعزاء معنا المسرحي والكوميدي رفيق العربي من محافظة تعز. أهلا بك رفيق. أهلا وسهلا بكم بقناة عدن واستضافتكم لنا، شكرا جزيلا. إذن مشاهدينا الأعزاء البداية مع صهيب. صهيب أنت لو تحدثنا اليوم وتحدث المشاهدين المشاهد الكريم على وجه التحديد من هو صهيب عبد الرحمن صلاح، اليوم أنت حائز على جائزة جامعة إقليم سبا في مجال الإنشاد، أولا لتضعنا في صورة ونبذة شخصية أو تعريفية بك. أخوكم المنشي صهيب عبد الرحمن صلاح من مديرية صحفان محافظة صنعاء. أولا نقول لك رمضان كريم وكل عام وأنت بخير. وأنت بخير إن شاء الله. طبعا في هذه لو تحدثنا اليوم، أنتم قبل 3 أسابيع من الآن دخلتم أو في مسابقة ضمت كثير من الشباب من الطلاب والطالبات في هذه الجامعة، واستمرت على مدى 21 يوما، وفي الأخير أحرزتم هذا النجاح الكبير في مجال الإنشاد. لو تحدثنا في البداية صهيب، كيف كانت موهبتك في الإنشاد؟ هل هي كانت موهبة منذ الصغر أم منا فقط اكتشفت هنا في هذه الجامعة حينما أقيمت هذه المسابقة؟ الموهبة الإنشادية كانت منذ الصغر طبعا. نعم، وتنمت حتى إلى هذه اللحظة، وشاركنا في المسابقة في الجامعة، لكنها اكتشفت هنا يعني عند أمام الموجودين في الجامعة الجمهور. هل كنت تتوقع يعني في هذه المسابقة أن تكون الفائز الأول في مجال الإنشاد في جامعة إقليم سبا؟ يعني كيف كان شعورك وكيف كان انطباعك؟ نحن كنا حاضرين في هذا الحفل التكريمي ووثقنا لك الكثير من الفقرات الإنشادية. كنت أتوقع أن أجد منافسين فعلا، ولم أستهين بهذه المسابقة وعددت لها العدة والحمد لله. جميل. لكن قبل أن نتطرق معك إلى الأنشودة التي ستطرب بها آذان المشاهدين ومتابعي برنامج ليالي رمضان، لو تحدثنا اليوم أنتم حينما أتيتم من صنعاء واستقريتم هنا في محافظة مأرب، كيف كان مثلا انطباعكم ولقاءكم؟ كيف كان الاختلاط مع مجموعة من الشباب من محافظة إب ومن محافظة تعز ومن محافظة عمران الحديدة؟ عندما انتقلنا من صنعاء إلى هنا كنت أشعر بتغير طبعا. كيف أتعامل مع الناس هذا، مع انطباعهم، لكن بصراحة يعني وجدت أن هناك أفضل من صنعاء
وتعايشت مع الناس هنا أفضل من صنعاء. كيف وقعت طبيعة الناس هنا؟ كيف طبيعة الناس؟ يعني أنه بسطاء، الجميع في يعني أن أنت تلاقي المواهب والمبدئين والمفكرين، نعم، والتشجيع. إذن صهيب، لو تسمعنا وتسمع الجمهور الكريم المتعطش لصوت صهيب. عيني لغير جمالكم لا تنظر. يلا نسمع. عيني لغير جمالكم لا تنظر. يا بعيني لغير جمالكم لا تنظروا، وسواكم في خاطري لا 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 يخطر. صبرت قلبي، صبرت قلبي عنكم، فأجابني لا صبر لي، لا صبر لي، لا أصبر، لا صبر لي حتى يرى وعلى محبتكم أموت وأحشر. شكرا. يا سلام عليك يا صهيب، أبدعت في هذه الأنشودة، نتمنى لك مستقبل زاهر إن شاء الله تعالى. إذن مشاهدين الأعزاء، ننتقل إلى الموهبة الأخرى وإلى اللواء الأخضر إب، ومعنا نصر الدين صادق الدن. أهلا بك يا نصر الدين. نصر الدين شاعر موهوب، مبدع في القصة، في الرواية، في الشعر، في كل المجالات، وفي المجال التعليمي. اليوم لو تحدثنا أو في البداية، ما هو الشعر الذي سوف يشارك به اليوم نصر الدين صادق الدنة في هذا البرنامج؟ أشارك اليوم في الشعر الفصيح، الشعر الذي أتغنى فيه بالوطن، وأتغنى فيه وأصف حال الوطن، وأدعو الناس إلى الخروج من الوضع الذي هم فيه. لكن نصر الدين، لو تحدثنا اليوم قبل أن نتطرق إلى الشعر وإلى شعرك الجميل الذي ستلقيه بعد قليل، تحدثنا اليوم، أنت الفائز في الجامعة، الحائز على المركز الأول في مجال الشعر، كيف كانت الفرحة حينما سمعت بأنك ضمن المكرمين والأول في مجال الشعر في جامعة إقليم سبا؟ كان شعور أني انطلقت أو فزت بأول خطوة في رسم مستقبلي في الشعر، وأنه كان أول خطوة أفوز بها كانت بدعم مباشر من جامعة إقليم سبا وفي جامعة إقليم سبا، وهذا فخر كبير لي شخصيا أنه تكون أول خطوة أنطلق بها وأبدأ بها مسيرة الشعرية إن شاء الله تكون من هنا ومن هذا الصرح العظيم في جامعة إقليم سبا، وكان ذلك يمثل حافز كبير جدا بالنسبة لي. تغير نظرتي للمستقبل بشكل كبير جدا، وبدأت أيضا بتوجيه من جامعة إقليم سبا بصياغة ديوان شعري سيكون مدعوم إن شاء الله من الجامعة إن شاء الله تعالى. طيب يا نصر، نسمع الآن الشعر الذي حضره لنا نصر الدين صادق الدنة، وأنت الشاعر الأول في جامعة إقليم سبا. اليوم سنتحدث عن، كما قلت لكم، عن الوطن، وقصيدتي أقول فيها: قبل فؤادك يا غلام، واجمع شتاتك والحطام، وارحل بعيدا حيث لا نور ولا حتى ظلام، فالحب أصبح عملة للحرب، وجه للخصام، والسلم قادرنا كحلم مر متشح اللثام، أو قصة تروى لطفل لا ينام لكي ينام،
والصدق أمسى كذبة قيلت لنا عند الفطام، وبلاد أمك حاربت حكم الإمامة بالإمام، وهنا جباية كاهن فرضت على الناس العوام. عنك التكلم والكلام، فاليوم يوم الاقتحام، فاجعل لنفسك منزلا تعلو به بين الأنام، ودع الظهور لأهلها وانصب سلاحك في الأمام، واحذر مرافقة الجبان، الخوف يتبعه انهزام، إن خانت الرجل الرجولة يا غلام قل السلام. يا سلام عليك يا نصر الدين، فقط لو تحدثنا اليوم متى بالتحديد اكتشف نصر الدين نفسه شاعرا؟ بالأول أول ما بدأت أكتب الشعر كانت كتابات بسيطة جدا أسميها شعر، لأنها كانت تتشبه بالشعر أو كمحاولة لكتابة شعر في الصف التاسع، في الصف التاسع. ثم بدأت أجيد في المرحلة في الصف الثاني ثانوي، ثم الإجازة التي أتت بعد نهاية المرحلة الثانوية دفعتني إلى دراسة اللغة العربية، وساعدني في ذلك عمي الأستاذ القدير عبد الغني الدنا. هو الذي اكتشفك؟ هو أستاذ بكالوريوس في اللغة العربية، ساعدني كثيرا وعلمني الكثير. فمن هنا بدأت أمشي على قواعد واضحة وعلى بيان في الشعر، ثم دخلت اتجهت إلى جامعة إقليم سبأ، فكانت النقلة النوعية التي حدثت لي. جميل، إذن ننتقل مشاهدينا الأعزاء ومن اللواء الأخضر من إب مع نصر الدين صادق، ننتقل بكم إلى الحلمة تعز وإلى الرفيق العربي الموهوب والشاعر الكوميدي والمسرحي في جامعة إقليم سبأ. أهلا بك يا رفيق. أهلا وسهلا بكم. رفيق، لو تحدثنا اليوم، أنت شاب موهوب مبدع في مجال الكوميديا في مجال المسرح، لو تحدثنا وتحدث الجمهور اليوم، من هو رفيق العربي؟ رفيق محمد العربي، محافظة تعز، مديرية المسرخ، ناشط إعلامي كوميدي مسرحي أيضا، رئيس مبادرة الارتقاء الشبابية الإعلامية جامعة إقليم سبأ. في الحقيقة كانت البداية للانطلاق في المسرح ككوميدي كان منذ الصغر، يعني كما تقول، وبعدها في أيام المدارس تطورنا شيئا فشيئا في الاحتفالات في المدارس. بعدها خرجنا من الثانوية العامة إلى الجامعة، صقلت الموهبة أكثر وأكثر في الجامعة، شاركنا في العديد من الاحتفالية، شاركنا في العديد من المهرجانات، شاركنا في العديد من الفلاشات التي كانت تبث على القنوات في اليوتيوب، وأيضا شاركنا في الجامعة، في جامعة إقليم سبأ، في المسرحية في لقسم اللغة العربية، المسابقة كانت تقام في اللغة العربية. رفيق، لو تحدثنا اليوم، أنت من أكثر الشباب المسرحي والكوميدي والمقلد للأصوات، وأنت على حسب ما سمعت أنك من الشباب الموهوب والمحب للمذيع الراحل يحيى علاو، لو تسمعنا وتسمع المشاهد الكريم ولو مقاطع بسيطة للراحل يحيى علاو عليه رحمة الله. رحمة الله عليه، كان يحيى علاو يعتبر نموذجا في الإعلام اليمني. نعم، الله يرحمه. أذكر مرة مع واحد من الـ 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 القفلات اللي تسمى للبرنامج في وسائل الميدان، أو البداية عفوا، البداية كانت له عندما بعد ما تبدأ تنتهي هذيك حق الحصان، تركم تركم تركم، جيناكم من كل مكان. عندما يبدأ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخذ المشاهد الكرام في برنامج في وسائل الميدان في عالم المكان، من هنا من قلعة القاهرة، والمطر ينسدل رويدا رويدا على مدينة تعز، والسيل ينحدر من أعالي قلعة القاهرة، والخضرة تكسو مدينة تعز وكأنها سجاد مطرز بالعقيق. من هنا من حالمة تعز الحارمة التي انفجرت بركانا ينفجر في وجه العادي، الحالمة تعز التي إن قلنا فيها الكثير والكثير لا نوفي معانيها. أخوتي المشاهدين الكرام، في حلقة جديدة من برنامج الميدان في عالم المكان، إلى البداية. يا سلام عليك يا رفيق. إذن مشاهدين الأعزاء ومع رفيق والشباب نذهب إلى هذا الفصل ثم نعود للقاء بكم، فكونوا معنا. قد عدت يا شهر الهدى، يا رحمة تسع المدى، يا طهر قطرات الندى، يا كل معنى للجمال.
قد عدت يا شهر الهدى يا رحمة تسع المدى يا طرق قطرات الندى يا كل معنى للجمال أرواحنا مثل الحمام نشتاق من عام اللعاب أرواحنا مثل الحمام نشتاق من عام اللعاب آه قد عدت بالأجر الجزيل تعطي الكثير على القليل بالفضل ميزك الجليل رمضان قد طاب الوصال قد عدت بالأجر الجزيل تعطي الكثير على القليل بالفضل ميزك الجليل رمضان قد طاب الوصال. ولازلنا معكم مشاهدين الأحبة ومع ليالي رمضان في شهر الخير، شهر الحب، شهر المودة، شهر التسامح. رمضان الكريم عاده الله علينا وعليكم مشاهدين الأحبة وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات. ولازلنا مشاهدين الأعزاء مع هذه الكوكبة من الشباب الموهوب هنا من جامعة إقليم سبا، وهم كوكبة من مختلف محافظات الجمهورية اليمنية. ونعود بكم مشاهدين الأعزاء إلى الشاب الموهوب في مجال الإنشاد صهيب عبد الرحمن صلاح. نعود إليك من جديد صهيب، أنت شاركت في المهرجان التكريمي الخاص بالمواهب الشبابية في جامعة إقليم سبا بالشعر، وهو من أشعار الزميل نصر الدين الدنا. لو تطربنا وتطرب المشاهد الكريم بهذه الأنشودة. العلم نهج الأنبياء ومارب نبع الحضارة مرجع الإنسان وطن حباه الله مجدا خالدا أنعم بمارب درة الأوطان سد وأثمار وظل وارف ورخاء عيش مترف بأمان وتأخ شعب رغم كل تشعب كتقابل الإحسان بالإحسان كتقابل الإحسان بالإحسان. تعاد إلي حنين الأمس ضم يدي بصفحاته غمرني بالدفء وبوهلة وهن عانق الشوق لقاء تساقطت منه أوراق اليأس. رمضان وجودنا معا تحفه النسمات فجمعنا القدر لحسن حظ ثانية. أقترب منه وأختبئ بين سكينة لحظاته والدمع يهدهد ذنبي العاتي والتواءات الحرقة تحصرني في لهيب يؤرق مضجعي. أدرك أن أبواب الرحمن تنبض لي بأمل وتفتح لي طريق التوبة قائلة بصوت حنون عد. وأي شعور يمتلكني حين ذاك. إليكم من جديد مشاهدينا الأحبة والعود أحمد دائما ولازلنا معكم في ليالي الخير، ليالي رمضان وبرنامج ليالي رمضان. هذه المرة مشاهدين الأعزاء من هذا الصرح العلمي الشامخ من هنا من جامعة إقليم سبا ومع خيرة من كوكبة شباب اليمن المبدع هنا في محافظة مأرب عاصمة إقليم سبا. ونعود إليك نصر الدين صادق الدنا، لو تحدثنا اليوم عن الشعر، نتحدث اليوم عن بماذا سيشارك للمرة الثانية نصر الدين الأنشود، عفوا عن الشعر، في أي أنواع الشعر سوف تطربنا في هذه الحلقة وفي هذه الليلة الرمضانية؟ في القصيدة الأولى تحدث عن الوطن وعن استنهاض أهمام الشباب وكذا، وفي القصيدة التي لحنها الأخ صهيب عن العلم وعن الجامعة وعن مأرب
وهذه القصيدة للإنسان شعور الإنسان عاطفة ولا بد أن يعبر عنها. ستكون قصيدة غزل وبعنوان أثرى عاشق. نسمع. وقلت فيها: نادى مناد بالضلوع كفاك، يا أيها الرجل المشره فاك، اصدق لسانك سيدي، إن الذي آذاني من شأن الهوى آذاك. قد كنت في رغد تعيش مع الهوى، ونعيم ليلى دائما يغشاك، حتى اقترفت مع الفراق جريمة، فمن الذي عما نعمت نهاك. إن راعك البعد المقيت ولونه، ففؤاد ليلى دائما يرعاك، أو غيب الدهر الطويل عيونها، فعيونها إما ذهبت تراك. يا سلام عليك يا نصر الدين. لو تحدثنا أيضا نصر الدين أنت بالإضافة إلى الشاعر، وما هي المواهب الأخرى التي يمتاز بها نصر الدين الصادق؟ أكثر شيء كان الشعر، والمواهب الأخرى أيضا متعلقة بالشعر كالكتابة والتحليل والمقالة، ومن هذا كل ما يتعلق بالأدب. يعني أنا أميل أكثر ما أميل إليه الأدب وما يتعلق. جميل. طيب عن صادق نصر الدين اليوم، لكل شباب موهوب ربما طموحات، أماني، أحلام، ترى ما هي أحلام وطموحات نصر الدين؟ والله أنا الأحلام والطموحات التي أضعها من جانب الشعر هو أن أكمل تجهيز الكتاب الذي بدأت به، أن أصدر غيره، أن يلعب شعري دور في المجتمع، أن نخلق أثر، أن نوصل رسالة إلى المجتمع. جميل. أن نساهم في الحد من الوضع الذي يعيشه المجتمع والمعاناة، وتخفيف وطأة المعاناة على هذا المجتمع وعلى هذا الشعب. وداود حان اللقاء، لنمد أغصان الوفاء، ويضمنا هذا اللقاء للفطر من بعد ابتهال. سعداء وإذ حان اللقاء، لنمد أغصان الوفاء، ويضمنا هذا اللقاء للفطر من بعد ابتهال. أرواحنا مثل الحمام، نشتاق من عام اللعاب. أرواحنا مثل الحمام. عدنا إليكم من جديد مشاهدين الأحبة، وفي هذه الليلة رمضانية من هنا من هذا الصرح العلمي الشامخ من جامعة إقليم سبا، ومع هذه الكوكبة من خيرة شباب اليمن. ومعنا مشاهدين الأعزاء رفيق العربي ابن الحالمة تعز. رفيق، لعل تعز اليوم تشتهر بكثير من العادات والتقاليد، لو تحدثنا وتحدث المشاهد الكريم عن العادات والتقاليد الرمضانية في تعز. الله يعود بالتاريخ للوراء من أيام الطفولة إلى الآن. يعني العادات والتقاليد في تعز مشهورة، يعني مثل ما تقول الأنوار، السراجات، الواحد يبدأ يشتري له اترك من عاده صبح على سبات يستطيع يكون لا يصدم ولا شيء، برضو الاكلات لحالها والمشروبات لحالها، امانه ترتزع المعده نازعه رمضان هذا، امانه يكون واحد عصيد ومرق. ما لكم تضحك، احنا حرار نعمل عصيد مرق، نعمل عصيد حلبة، نعمل عصيد هذه الحاله. العصيد انواع، المشكل انواع، مشكل فرن، مشكل عادي، مشكل طبخات لهناك. بعض الوقت نعمل باميات، ما هي الباميه انواع. عادات وتقاليد يعني بالجمله في تعز الاكلات الرمضانيه بالذات في رمضان، يعني هذا تتميز الاسره، نراعي لرمضان احنا عايزين مشان اكثرهم مشان ايش؟ منشان الاكلات. خبز بنت صحن، بنت الدست، في بنت الدست خلاص ما في. طبعا تجد انه لرمضان لذه، خصوصا في الارياف، يعني خصوصا في الارياف، انا في الريف في نفس الوقت، يعني لذه وشوق لرمضان احيانا، يعني مثل ما تقول ايش؟ للعادة والتقاليد في رمضان في الريف بالذات سطوة تبعدك عن قهر ومنغصة الحياة، يعني لها طابع خاص ورونق خاص في القرية. ننتظر لرمضان متى بيجي ايش؟ العادات التقاليد السمرات، يجتمع الأهل من كل حدب وصوب، المسافرين يعودوا طول السنة، يسافر طول السنة ويرجع في رمضان علشان ايش؟ علشان السمرات، علشان المقايل، علشان الذكريات، يجتمع علشان ايضا الذكر.
مجالس الذكر طيلة الليلة في الليالي، نعمل مسابقات مسابقات دينية ثقافية في بداية الليلة، ومن ثم نكمل الليلة بذكر ذكر التواشيح والورد وكذا، وآخر الليل قرآن كريم إلى السحور. يعني هذه عادة وتقاليد يعني تميز. أنت شاب موهوب ليس فقط في المسرح وإنما أيضا في مجال الإنشاد وفي مجال الغناء، لو تسمعنا بما هي المشاركة الذي سيطرب بها رفيق العربي ابن الحلمة تعز. يعني ولو الله قلت لك يعني ما عدت ولاش مسبقا، بس يلا نعتبر أنها هذا المسابقة مثل ما تقول ايش في برضو معي مقطع من أنشودة، هي قديمة معروفة لحنا ومعروفة، بس اقرب بي صوتي يقولون انا منشد على الله بالله. هربوا بسبع المثاني وبقرآن المعظم أصلح اللهم شاني وكفي الهم مع الغام أصلح اللهم شاني وكفي الهم مع الغام أنت يا رب أماني إن دجا الكرب وأظلم وإذا الخطب دهاني أنت بي يا رب أرحم وإذا الخطب دهاني أنت بي يا رب أرحم المعنى الكوكبان عذبه فاتن أحوام جذري حور جناني ترك القلب متيم جذري حور جناني ترك القلب متيم قد سباني قد سباني وأزال الدمع بالدم لو يعاني ما أعاني منه طود لا تحطم لو يعاني ما أعاني منه طود لا تحطم نوصل أهلا لأن رمضان يجمعنا لأن رمضان يجمعنا. إذن مشاهدينا الأعزاء في نهاية هذه الحلقة وهذه الأمسية الرمضانية من برنامج ليالي رمضان لا يسعنا أن نشكر الشباب الموهوب هنا في محافظة مأرب تحديدا في جامعة إقليمي سبا هذا الصرح العلمي الشامخ. لا يسعنا مشاهدينا الأعزاء إلا أن نشكر الطالب صهيب عبد الرحمن الصلاح وهو المنشد والفائز بجائزة الإنشاد في جامعة إقليمي سبا، شكرا لك صهيب. كذلك مشاهدينا الأعزاء لا يسعنا إلا أن نشكر الشاعر الموهوب والشاب المتألق دائما نصر الدين صادق الدنة من محافظة إب اللواء الأخضر، وهو أيضا فائز في مجال الشعر وحائز على المركز الأول هنا في جامعة إقليم سبا في مجال الشعر. وفي نهاية اللقاء أيضا مشاهدينا الأعزاء لا يسعنا إلا أن نشكر ابن الحلمة تعز رفيق العربي الشاعر والمنشد والكوميدي والمسرحي، شكرا لك رفيق. إذن مشاهدينا الأعزاء إلى هنا نحط رحالنا في هذه الحلقة وهذه الليلة الرمضانية من برنامج ليالي رمضان، على أمل اللقاء بكم بمشيئة المولى عز وجل في حلقة الغد. إلى ذلك الملتقى هذه تحيات الزميلان الرائعان ناصر الخولاني وماجد الوالي، وتحياتي أنا محدثكم حسني محمد النجدي، دمتم في رعاية الله
والسلام عليكم ورحمة الله.